والله وسهلا، حياكم الله جميعا. ببدأ الآن بتطبيق البسبوسة اللي تشبه بسبوسة الطازج، بالمرة لذيذة، بالمرة مو بشوي. هذه مقادير المقدار الواحد، تقدرون تضعفون المقدار، تقدرون تحطون نص المقدار. مقدار الواحد كاس حليب بودرة، كاس ونص سميد، 3/4 الكاس سكر، نص الكاس زيت، علبتين قشطة، وملعقة بيكنج باودر. نخلط كل المقادير هذه مع بعض، بعدين نصبها في صينية مطحونة بالطحينة. نطحن الصينية، ندهن استغفر الله، ندهن الصينية طحينة، بعدين نصب الخليط فيها وندخل الفرن مسبق التشغيل. لا إله إلا الله، فكي لي هذا، شفتوا؟ نحط الزيت، طبعا ما فيها ماء ولا في شيء. حط الحليب، حط السميد كله مع بعض، حط السكر، شفتوا؟ احط البتين القشطة، حاولوا وين القشطة تصير الأصلية علشان الطعم فيها. أبد تشبه بسبوسة الطازج، مطعم الطازج. أعطيني ملعقة، أحط بيكنج باودر ملعقة كبيرة. شفتوا؟ ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ما نحط خميرة، بس بيكنج باودر ملعقة كبيرة. احنا اخلط مع المقادير مع بعض وصبه بالصينية. طبعا هذا مقدار واحد، تقدرون تضعفون المقدار، تقدرون. شفتوا هذه الصينية اللي بسوي فيها البسبوسة؟ الحين ادهنه بالطحينة. اذا اللي تبي بسبوسة لذيذة تدهن قاع الصينية بطحينة، تطلع بالمرة لذيذة، بالمرة البسبوسة بالمرة لذيذة خواتي، ما شاء الله. شفتوا شلون فيها قشطة وفيها حليب سائل، كل مكوناتها ما شاء الله بطلة. الحين أدهن الصينية كذا على بال ما نخلط المكونات، حول الله وقوته. شفتوا هنا دهنت الصينية، الحين أكب الخليط، ما شاء الله تبارك الله، خليط البسبوسة اللي خلطته معكم. شوفوا شلون القوام، لا هو برخو ولا هو بثقيل، مرة بالمرة مناسب. اسلت وكله، صبيت الخليط بالصينية وسيته كذا، ضربت بكذا عشان يطلع الهواء اللي به. شفتوا؟ الحين عاد نزينه، زين وبلوز، زين وفستق، زين وبيت العين تاكل. هذا جوز مبشور، زين فيه وجه البسبوسة. بعدين سر لذاذة هالبسبوسة هذه بالصوص، الصوص بالمرة لذيذ بالمرة. الحين بدخل الفرن، افتح الباب الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا دخله فرن مسبق التشغيل، سبقني شغلته على نار وسط لين تشوفون الأطراف هذه تحمرت، خلاص أولع عليها من فوق. الحين بسوي معكم الشيرة أو القطر اللي ينصب على البسبوسة، وهو سر طعمه وسر لذاذته. شوفوا حليب مبخر بوني أو أي ماركة، علبة واحدة، لا إله إلا الله، أحط معه فنجالين سكر، فنجالين سكر، ها هذا فنجان، هذا الفنجان الثاني، أخليهن يطبخن لين يغلي ويذوب السكر، بعدين أصبه على البسبوسة وهو حار. هذا هو صوص البسبوسة اللذيذ اللي يخليه بالمرة فاخرة. طبعا أنا مقداري حطيت مقدار ونص، فبحط مقدارين لا إله إلا الله صوص. هذا الثاني، تحطي لي سكر، وبحط
من السكر زياده. بحركها بخليهم لين يغلن بعدين اصبن على البسبوسه وهي حاره. ما شاء الله تبارك الله الصوص هذا يكمل الطعم واللذاذه. حطيته على النار خليه لين يغلي يذوب السكر بعدين اصبه على البسبوسه اذا استوت. شفتوا ما شاء الله تبارك الله هذه بسبوستنا خلصت. الحين اصب عليها الشيره وحار خليه يتغلغل تشربوه تصير لينة وش زينة. ما شاء الله تبارك الله بسبوسة المرة فاخرة فاخرة من الآخر. شفتوه خلوه تشرب كل الصوص. غطوة أعطيني غطاء هاتي غطاء نغطيه غطيه لين تشرب الصوص تتخمر بعدين اقطعه باذن الله. شفتوا ما شاء الله هذه هي البسبوسه بعد ما شربت الصوص. الحين قطعوه قطعوه قطع وسط